يخرج مدافع. أنا شاهدت من هنا كنا قريبين جدا من اللاعبين. عنتر يحيى أنهى المباراة وهو ميت، يعني لا يستطيع حتى أن يسدد الكرة، يعني مشاكل كانت في وسط الملعب أيضا. يبدأ لم يتمكن من مواصلة المباراة في الشوط الثاني، لا أدري على أي أساس تم التغيير. والله يذك تغييرة على المدرب هو اللي هو المسؤول عليها. لكن لا أنت كمدرب كيف شاهدت هذه الأشياء؟ شوف نتكلمك بالتسلسل، يعني على الإحصائيات الفريق الجزائري لعب 3 مباراة، نهزم في 2، تعادل في 1، خذات 3 هدفين وما سجلش. هذه الإحصائيات باش نكونوا إيجابيين ونقولوا أن الفريق طور مستواه من مباراة لمباراة. هذه واحدة. 2، نرجع لك للسؤال تاعك. نظن تغيير جبور بغزال، يعني مهاجم كلنا نقدروا وكان يقدر يخرج يسحب مدافع زياني. لا يخرج زياني مع الاول ونرجعوا مطمور جوست وراهم، يعني يكون مطمور وراهم باش يساندهم. هذه نظن التفكيره. التفكير الثاني هو دزينا دخلنا نعم دخلنا يبدا في مكان زياني بعد دخول قديورة دخوله زايد. كنا نقدروا الحق، وهذا التفكير الصغير تاع عبد الحق الصغير باش ما نوليوش خنوه تاع البلاد. كنا نقدروا نقدروا ما يعني نقصوا وسط، لا وسط ميدان دفاعي كان يقدر يخرج يبدا احسن مثلا او يبدا احسن واحد فيهم، نخليه واحد، يعني احنا كنا نقدروا نخليه واحد نزيدوا بودبوس قدامهم مثلا نغامروا. لكن انت عندما تتابع هذا الوقت تشعر بان المنتخب يلعب اكثر لكي لا يخسر مره اخرى، يعني نشاهد ان اللاعبين يعني لا يذهبون الى المرمى، ليس هناك تسديد على المرمى، التغييرات ايضا ترمى على ان نحافظ على هذه النتيجه. يعني ماذا نفعل بالتعادل؟ هي من بدايه المونديال المنتخب يلعب، لا هذه المباراه الفاصله الحاسمه الاخيره. نعم اكلمك، يعني من بدايه المونديال هذا هو مبدا المنتخب الجزائري، يلعب لكي لا ينهزم، لا يفكر انه يلعب يفوز. لكي يفوز، وخصوصا اليوم ما كان عندنا ولا حل ثاني. اليوم الحل الوحيد هو الفوز. يعني لما تنهزم 2-0 او 3-0 او تتعادل 0-0 او تتعادل 0-0 نفس الشيء لما تنهزم 1-0 على الاقل احاول وابذل مجهود وحاول وجازف. احنا ما غامرناش كثير اليوم صراحه، لم نغامر لكي نفوز. التغييرات لم تكن يعني في المستوى صراحه، نقولوها التغييرات لم تكن في المستوى. يعني تغيير لاعب مركز بمركز ما يعطيك زياده، وخصوصا تسنى اللاعب انه يدخل في المباراه وجو المباراه ولازم له وقت للتاقلم. على الاقل حاول انك عادة قائد اللعب هو زياني، وأعتقد أن فريق وطني قوي هو جيل من اللاعبين الممتازين مع لاعب متميز. رأينا ذلك، كان لدينا لاعبون ممتازون، لكن يجب أن يكون لاعب استثنائي مثل زيدان الذي كان كذلك. وبصفة عامة النتائج تتوقف عندما يتوقف ذلك اللاعب، ويجب أن ننتظر أن يأتي جيل آخر مع لاعب استثنائي بلاتيني جيل وزيدان جيل آخر، ولتفوز بالألقاب الكبيرة يجب أن يكون هناك لاعب استثنائي. الجزائر تعود مع أسباب رضا، لكن أنا أتوجه لكم السؤال، هل هم قادرون على التأهل لكأس العالم القادم؟ ليس هذا أكيد، لأنه من الصعب التأهل في أفريقيا. والمشكلة اليوم الذي رأيناه في كأس العالم هو أن أي فريق لم يتمكن من المحافظة على، ربما غانا قد تفعل ذلك الليلة. بالفعل، إذن هذه أفريقيا المشاركة من أجل المشاركة. ونذهب مباشرة إلى استراحة قصيرة، سنعود بعدها، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. في الهجوم في مهاجم باش كونوا يلزمك 4 و5 و6 سنوات. نعم بالفعل، ولهذا اعتقد هذا مغالطه هذه لما نقول ممكن كسبنا هذا ليس انتقادا حارس مرمى. نعم هذا ليس انتقادا للمنتخب الجزائري، يجب ان نقول الحقيقه، لان بعد الحقيقه ربما تكلم شيخ سعدان على مباراه سلوفينيا. نظن مباراه سلوفينيا احترمنا سلوفينيا اكثر من اللازم، لان ما عندناش درايه على فريقنا واش يسوى صحيح. بعد اللاعبين اللي جايين مصابين، بعض اللاعبين جايين ما كانوش يلعبوا في النوادي تاعهم، قلنا نمشيو بشويه ونشوفوا وين رانا واصلين. لان المباراه الاولى كانت مباراه مصيريه لنا، كانت مباراه اللي كنا لازم نربحها. اذا كل الفريق علاش الفريق حتى يلحق الظهر الحائط كما نقولوا باش يدير المجهودات، كنا نديروا المجهودات الاولين مع سلوفينيا.
كورونا اليوم نعملوا في الحسابات ونلعبوا في عقلنا ونعملوا في حسابات. نظن نرجع لك البودبوز. بودبوز هو صحيح 20 سنة في عمره، أول مباريات دولية، ما نقولوش أول مونديال لأنه أول مونديال ليه، أول مباراة دولية. دخل مباراة أنجلترا ما كانش يعني أساسي في سوسو يلعب، صحيح لديه صحيح لديه صحيح كان في مستوى، كان في مستوى مباراة أنجلترا. مباراة تاع اليوم كانت فيها تفكير واحد آخر تاع المدرب، لكن على الأقل بنهاية المباراة باش يدخل، ما فيهاش كلام. إذا يخرج زياني باش يدخل هو، إذا يخرج يبدا باش يدخل هو، يخرج عن طريحي، عن طريحي يبدا كرت أحمر، حنا قلنا راح يدي كرت أحمر لا تشفوا حتى أصيب مع أصيب وعانى كثيرا ولم يتحمل عبء المباراة. بقات كان وقتها بقات 15 دقيقة، كنا نخرجوا نقدروا نخرجوا عن طريحية، نبقوا بربعة مدافعين ندخلوا مهاجم وندخلوا نزيدوا مهاجم وقال وخسرنا. توافق كابتن طارق؟ صحيح، انا اقول وخصوصا انه هو استبدل رجل برجل، استبدل المهاجمين، ولما خرج زياني ادخل لاعب وسط ميدان، وما دخلش لاعب دبوز لاعب وسط ميدان هجوم، يعني يتناقض في الافكار، لانه لما خرجت زياني المفروض انك تدخل صانع العاب، لانك انت محتاج الى فوز، محتاج الى انك تسجل. لكن اعتقد بصراحه انه اظن باللي احصائيا خسرنا كثير حوايج، صحيح خسرنا كثير، لكن معنويا ورياضيا ربحنا كثير حوايج. ربحنا فريق اللي يقدر يكون عنده سمعة من بعد، ربحنا شبان اللي 20 سنة لاعبين المونديال، ربحنا هذه معطيات باش نكونوا ايجابيين لبلادنا. طبعا لا مقارنة بين الجيل الثمانينات وهذا الجيل، لا يعني من حيث العناصر، يعني لا من حيث الفرديات لا مقارنة، لكن الشيء اللي كسبناه في هذا المونديال هو انه كسبنا منتخب. عفوا قبل سوقاتك واعود اليك مره ثانيه. الاستديوهات الرئيسيه في هذا الملعب الجميل. السؤال، نسق المنتخب الجزائري تراجع في الشوط الثاني، لماذا لم هذا المنتخب لماذا تراجع نسقه في الشوط الثاني بعد اداء جيد في الشوط الاول، والعقم الهجوم الذي بقي قائما حتى الان؟ شوف الحقيقة اللاعبين دعطوا كل مجهود في هذه المباراة، يعني في هالمباراة لأن على بالنا حظوظنا كانت كبيرة، وباش نفوزوا للدور الثاني لازمنا نفوز، وفقط الفوز. أكيد باللي المجهود اللي داروه في الشوط الأول خلصناه في الشوط الثاني، خاصة بدنيا. أنا قلت الارتفاع عنده دور مهم، ولكن الفريق تحت الضغوطات، يعني خاصة باغيين يسجلوا، باغيين نفوزوا بالمقابلة، ما بقاش التركيز خاصة لعب جماعي من الخلف باش نكونوا. ولكن من ناحية دفاعية لعبنا كما لازم الحال، واستعملنا الهجوم مضاد، جاونا عدد فرص حقيقة، يعني نجم نقول تاع زياني يعني فرصة كبيرة، الفرصة الأخيرة كذلك اللي جاتنا في هذاك، وكل ضربة ثابتة كما الفريق الأمريكي نفس الشيء. المهم الحظ، والله نجم نقولوا الحظ، والله الفعالية ما كانتش. المهم في الأخير ضيعنا، خاصة بعد أداء ممتاز تخسر، ولكن ضمن الخسارة ما تتمش، أن حتى التعادل ما يساعدناش. ممكن لواحد يندم، يعني ندمها هي المباراة الأولى لأن ضيعناها، مفروض يعني حقيقة من مفروض كن، لأن ديما قلت أنا المباراة الأولى في المجموعة أربعة، يعني حقيقة المجموعة في كنا نعم. درنا تعادل، فقط تعادل في المباراة الأولى، أكيد باللي نكونوا تمام نعم. كون اليوم احنا ممكن احنا مأهلين، ولكن هذه أول خبرة في كأس العالم لهذا اللاعبين، أكيد راح يخرجوا بمعلومات كثيرة، ونتمنى إن شاء الله باللي المنتخب الجزائري عنده مستقبل كبير أمامه. نعم، شكرا جزيلا كابتن رباح. إذن الأخضر معذرة على بونس كونا انا دي بون جوور سورتو انا دي بون جوور دونك او نيفو دي بوست دو غارديان يا بوست ديريير او ميليو بون مانا يفو رينوفلي يفو تروفي دو لا كاليتي دوفون مي جو بونس كو ليفالواسيون دو سو مونديال ايل تري بوزيتيف مالغري لا ديسيبسيون سورتو دو بروميير ماتش موا جو بونس با سو ماتش لا باسكو ميم ماتش نو زارانجي با C'est surtout le premier match que nous avons raté au point de vue résultat, mais je pense qu'on va acquérir beaucoup d'expérience et cette équipe a beaucoup d'espoir et beaucoup d'avenir devant elle.